السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي ومرحبا بكم في موضوع جديد. أولا القناة المشاهدات ديالها يعني نزلت لواحد نزلة ما فظيعة، يعني حوالي 80% ولا 90% ألاف المشتركين، ولكن المشاهدات يعني ما بقاتش في المئات ولكن نزلت العشرات. ممكن يكون ما تيوصلكمش الإشعار، فلهذا اللي ما توصلوش الإشعار يمكن له يديزابونا وعاوتاني تعاود يتابونا، يعني يسحب الاشتراك ديالو ويشترك من جديد. واللي ما مفعلش ناقوس التنبيه ولا ناقوس الإشعارات ولا جرس الإشعارات يمكن له يفعلو. وممكن كانوا كيشاهدونا شي ناس وما بقاش عجبهم يعني المشاهدة الفيديوهاتي. المهم هذا امر تيخصكم نتوما، اللي عجبته القناه يدعمنا بالاشتراك، اللي ما عجبتوش هو حر في راسو، لان هذه القناه ماشي تجاريه، يعني ما معطلينش على ربحها ولا على فلوسها الحمد لله. ولكن هذه القناه غتبقى ولو ما تجيب حتى شي مشاهده، يعني هوايتي غنبقى فيها، غنبقى نصور فيديوهاتي الدنيا هانيه واخا نشوفهم بوحديتي عزيز وغالي. واش غادي نقول لكم؟ نصلي على النبي، اللهم صل على الحبيب وسلم، ونبداو موضوعنا. كتشوفوا هاد يعني هاد البنانة حدايا ولا هاد الموزة حدايا، ما يمشيش بالكم بعيد. هاد يعني البنان راه ترحلوا عليه لاجئين سوريين بتركيا، يعني تركيا كترحل لاجئين سوريين، كترحلهم لبشار بسبب البنان بسبب الموز. كيفاش بدات القضيه؟ وهو كيف كنعرفوا يعني في هاد الشهور الاخيره تركيا عندها يعني ضعف اقتصادي، يعني البطاله، الناس ما خداماش، ماشي داكشي اللي كنشوفوا في المسلسلات ولا كنشوفوا في الفلوغات ولا كان راه يعني خصنا نشوفوا الناس يعني الاتراك الحقيقيين اللي عايشين دائما تما كينا. فلهذا واحد الفيديو هو اللي جبد هاد يعني هاد الضجه كامله. هاد الفيديو شنو هو؟ هو واحد الشخص يعني اذاعه تركيه نزلت للشارع كتحاور يعني المواطنين حول الوضعيه الاقتصاديه ديالهم. نشوفوا الفيديو جميع. Sen benden daha rahat diyor. Ben muz yiyemiyorum. Aynen. Kilolarla muz alıyorsunuz pazarlardan. Kuaförden çıkmıyorlar. Kuaförden çıkmıyorlar. Ben kuaförden... Ama biz paramızla gidip ödüyoruz. Beleşe bir şey yapılmıyor bize. Devlet. Hayır. Devlet ya. Kim şuna yani muhaver tehaver nas yani ve hadik البنت مولات هاد البنت مولات الزرق يعني هذه سوريا وتبارك الله كتهضر معاهم يعني بالتركيه بطلاقه. هانتوما كي كتشوفوا يعني قال لها البنان انتوما كتشريوه بالكيلوات، حنا كنشريوه يعني بالاسبوع. وكيف قالت ذاك المراه اللي عنده فوق اللي عنده الدراري اللي كتعاونوا يعني تركيا، ولكن البنت السوريه قالت لهم بان اللي عنده جوج دراري، يعني كيف كتقول لهم اللي عنده فوق من جوج دراري، ما اللي ما عندوش راه ما تيعاونوش. نشوفوا البقيه. Çocuklu olana Halk Bank'tan yardım geliyor. Başka işimi kaybettim sizin yüzünüzden. Aynen. Aşımı kaybettim. Aynen. Ev kirası yükseldi. الراجل الكبير يعني كيف كتشوفوا قال لها خسرت اللقاح ديالي، خسرت العمل ديالي، وما كانش ندفعش يعني ايجار البيت. نكمل الفيديو. Kiramı ödeyemiyorum ben, kiramı ödeyemiyorum. Bu ülkenin sahibi Suriyeliler değil, Afganlar değil. Onlara kapıyı dışarı atacaksınız. هنا القضية يعني دخلت بحال شوية ديال العنصرية، لأن قال لها السوريين والأفغان عمروا يعني البلاد ديالنا وغادي نخرجهم منها، يعني شوية القضية فيها العنصرية. نجليجيك أفغان نجليجيك نيجيريالي نيجيريالي. سيزين Erdoğan bizi nasıl aldıysa demek ki burada da biz konuşabiliriz. Ben tek bir şey söyleyeceğim. Burada tamam, şimdi tartışma var ya. Bir dakika kardeşim. Siz bize böyle bir hakaret veremezsiniz. Nasıl bu? Hayır. Yurdumuzda çok mülteciler.
يعني هي كتقول لها اردوغان يعني دخلنا لهنايا واخذوها بقضيه احتقار، فهمتوا؟ يعني القضيه ما خصهاش تكون هكاك، ولكن المشكل غادي يجي حتى من عند السوريين. نكملوا بقيه الفيديو. Mültecinin alıcı tabii ki kiralar da ona göre yükseliyor. Tamam, o doğrudur. Suriyeliler savaş vardı, şu vardı, bu vardı. Afgandır, şudur, budur. Şu an kendi ülkemizde onları bir Müslüman olarak himaye altına almışlar ama bana göre kendi ülkelerine artık şeyde Suriye'de kendi ülkesine gitmesi gerekiyor. Afgan'da الناس بعض المرات يعني كتبقى غير كتتكلم كيف قال لهم حاس بالمزود غير اللي مضروب به. هذوك الناس مساكن راه دوزوا الحرب، وكيف كتعرفوا اخوتي راه الحرب، راه ماشي الاضراب ولا المظاهره، راه الحرب. يعني الدار راه فوق منك، الله يستر كتقدر توقع فوق راسك. ولكن نكملوا. kendi ülkesinde yaşaması gerekiyor. Buraya açıklama yaptı, geri gelin dedi ama. Gidenler gidiyormuş diye duyduk. Ne kadar aslı var bilmiyoruz. Onlar buraya alıştı, bunlar oradan ama gittiler. Onlar onları kendi ülkelerine gitsin. Bizim içimizde onların yeri yok. Yani tamam, Müslümanız, hepimiz Müslümanız. Herkesi kendi bünyemize barındırmaya çalışırsak İstanbul, Türkiye yetişemez buna. Yani bence çok güzel. Yani vakit على ما يقرب راه وقيلات لما خفت نكذب يا راه شي 4 المليون سوري لاجئ في تركيا. قالت لهم يعني واخا تركيا واسطنبول وتر افغان سوريا hepsi kendi ülkelerine gitsin. Bütün Türkler bunu istiyor. Bütün istemiyoruz. Ya ben Tayyip ne halar? Affedersin ya adam. قالت يعني الشعب التركي كله موافق على مغادرة هاد الناس. وكذلك شفت هذا العنصرية كذلك في لبنان تجاه الإخوة السوريين، وفين ما مشيتي راه حب وتبن، راه طوب وحجر. Yok, çayı şeker alamıyoruz. Halkın memnun değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dur bir saniye, bir eşim çalışıyor, 1800 alıyor, 1200 kira veriyorum. Ben 5 tane ameliyat oldum, çalışamıyorum. Bana diyor ki çok çocuk yapsak. راجل هاتي صور 1800 ليرة، يعني الكرا ديال الدار 1200 ليرة، شحال تبقى لهم 600 ليرة واش هي اللي غادي ياكلوا بها؟ وجارية خمسة ديال العمليات ولكن ما ترميش بلاك على واحد آخر، ولا لأن ربي فرق الأرزاق. غير شنو هو؟ غادي نشوفوا رد فعل الإخوة السوريين. كان صراحة استفزازي، ما بغيناش يكون داك الشيء، ولكن كيف قال له بسبب هاد الفيديوهات راهم ترحلوا سبعه ديال الشباب، يعني هادو غير ديال الناس ديال الميديا، دراري شباب ديال الميديا. بيس سادة بازار دا مي يلا يا هجم ارتك بس سفر عمليات oldum yürüyemiyorum geçinemiyoruz adam diyor çalışıcı öğretmeni 5 senedir atanamıyor 40 bin Elim. Ama ben de burada öğrenciyim, ama zaten Suriye'de savaş olmasaydı biz buraya gelmek zorunda kalmazdık. Ben de Suriyeliyim ama ben de 46-40 bin. Nerede bu devlet? Ben saygısızlık yapmak istemiyorum. Ben de Suriyeliyim ama ben de burada öğrenciyim, ama zaten Suriye'de savaş olmasaydı biz buraya gelmek zorunda kalmazdık. Savaşacaksın artık. Biz de kaçmıyoruz. Savaşacaksın. Bilmedi. Hiç biz gidin. Git konuşma. Hiç konuşma. Git. Şufu şufu adlı marakı kif katamilha. İdhabi idhabi ila Suriye. Siri Siri yalla. عيب وعار يعني في هذا. والبنت مسكينه السوريه كتقول لهم انا غير طالبه هنا، يعني باش كيف قلت واحد ما يرميش بلاه واحد اخر على واحد اخر، راه الارزاق فرقها الله سبحانه وتعالى. كتمشيو كتمشيو في العيد يعني بغات يعني بشوانط عامرين يعني بحقائب عامره ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نشوفوا رد فعل السوريين وكان باستفزاز. خدموا يعني الصوت ديال الراجل اللي كان تيهضر على لبنان وبقاو تيديروا فيديوهات عليه. أنتم كتشوفوا استفزاز هذا الشيء، ومازال نشوفوا. هذه كذلك. أش كديري؟ ايوا علاش تصوري لتحت؟ خليك غير مع البنان الفوق، علاش هابطه لتحت؟ لا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. شو هذا قال لك البع العز
اللي ما بعدو عز داير البنان والفلوس بفعل استفزاز. هذا عائلة تركية، يعني ملي وليتو نتوما كتاخذو البنان بزاف حنا غنقسمو طريف بطريف. مازال نشوفو فيديوهات اخرين. زيد هادو في صالون الحلقة كلهم مجموعين، يعني كل واحد هاز بنانة. تانتوما كتشوفو الشعر والبنان، ما جاتش تاكل البنان في الصالون. هادو كذلك بفعل هادشي استفزاز، والله استفزاز. هذه واحد الوثيقه اللي حطت وزاره الهجره، ويعني كتعلن اي واحد دار شي فيديو بحال هاد الشكل غادي ترحل لبلادو، وهذا هو كان القرار السليم. وكيف قلت ترحلوا سبعه ديال الشباب، ترحلوا انتم كتشوفوا ضمونا مع الشعب السوري. يا سوري لا تاكل موز، اخاف التركي يزعل. جمعوا البنان اللي كله تما كاينه، ومش يعني جمعوا له البنان اللي في الحانوت وغادي يبيه للقصاب قهوه غير تيشوف. هادشي كيف قلت استفزازي استفزازي. الفريق حسنا لا تسرقات لا تسرقات. هربوا الدراري اسبانيا. واو هربوا قبطوهم البوليسية. هاد الأشخاص يعني أنا ماشي ضد بنادم راه باغي يهرب من داك البلاد بأي طريقة، ولا باغي يخرج يدبر على روحه، ولكن ماشي بهالطريقة. لأن عرفتوا الكارثة اللي داروا في داك المطار، يعني 20 ساعة قلبوا الدنيا، راه تقريبا 20 رحلة ما نزلاتش قلبات اتجاه اخر، ما نزلاتش كذلك في ذاك المطار. لان كيف كنعرفوا المطار راه بخوشة ما خصش تكون فيه، يعني وانتم هاربين في ذاك لابيستات ما جات شيء. القصة وما فيها هو واحد الطائرة كانت غادية لتركيا وتصاب فيها شي واحد مريض بالسكر، يعني وقرر البيلوت باش ينزلها في مايوركا للاسعاف ديالو. فانتم كيف كتشوفوا يعني غير جاتو غير وقفت الطياره باش ينزلوه، وقع الهريب وحتى هو هرب. وكذلك تشدوا خمسه من هاد الدراري، وهذاك اللي قالته هو مريض. انا ما فهمتش انا بنادم كيف يطيح في هاد الفخ هذا، يعني باغي تهرب في المطار لداخل ما يمكنش، ما جاتش كنت غير برا ولا في الطريق ولا شي حاجه ماشي مشكل، ولكن في المطار لا، درتي عرقله صعيبه ما جات شيء. ما هنا فكره، الله يحسن العوان، ولكن ما هنا فكره. نطلب من الله ان يكون عجبكم هاد الجوج مواضيع، واستودعكم الله، والسلام عليكم. واو هربوا 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 هربوا.